نظر دكتور هشام بيتكلم على نظرة تفاؤل قادمة بكل تأكيد. هو بس خلينا نقول لسه فقدان الثقة ما بين بعض من المواطنين في عملية ايه؟ احنا هيبتدي التنفيذ امتى؟ يعني انت عارف ازاي حضرتك؟ نعم. النقطة اللي الدكتور هشام بيتكلم عنها هو الناس كلها عايزة توصل للهاي بتاع الدولار. كلنا النهاردة بنسمع ويعني ياما اشتكيت مع حضرتك. حد يقول لي في السوق السوداء بكام؟ ولازم يؤكد. نعم. ارقام طبعا حضرتك بتسمعها دي. نعم. كلها. نعم. احنا بنوصل النهارده لتوصيف حاله زي ما حضرتك شايف كده، كل الناس النهارده بقت اصبحت ان الدولار سلعه موجوده في كل بيوت الناس. نعم. وكل الناس النهارده بتتكلم على عمليه المبادله ما بين اي سلعه وما بين الدولار. يعني حضرتك اول ما تكلم حد النهارده يقول لك الدولار عارفه بكام؟ تقييمي للاصل بتاعي بقى بزياده مقارنه بسعر الدولار. نعم. توصيف الحاله اللي حضرتك شايفها دي مش مليون في المية، 100 و200% كمان. هتنتهي في نقطة معينة ما بيعرفهاش إلا البنك المركزي أو الحكومة في توقيعها للاتفاق مع صندوق النقد الدولي. هيكون الكيرف نزول صحيح، ممكن يكون متباطئ صحيح في. نعم. أي سلعة. نعم. ولكن بعد كده هتلاقي الأوضاع مستقرة. لا بس احنا رايحين للنزول، رايحين في اتجاهنا للنزول. نزول واضح من إيه يا فندم؟ واضح من دولار تموين سلع في الدولار ده. الأول أول ما هيتحرك الدولار بانخفاض، هو نزل بالمناسبة. طبعا لسه ما بقول النهارده نزل بين كام؟ 65. نزل 65 ونزل السود احنا بنتكلم على الموازي. نزل من 73 بقى نرجع تاني نفس الكلام. في ناس بتتكلم تقول لك وصل لل 60. نعم. في ناس بتقول اصل هو 64. هو دي 63. التضليل او الضبابيه اللي احنا بنفترغ بيها كلنا. لان ممكن حضرتك تكون بتسمع من سوق في محافظه. نعم. انا بسمع من تجار. نعم. في حته تانية. نعم. ولكن في الاخر كلنا بنتجه ان في انخفاض في مستوى سعر الدولار في السوق السوداء. نعم. كام؟ خلينا نتفق ان 5% 10% واتيفر. بس هو ده اللي انا دايما بتكلم عنه. طالما في كيرف للنزول والناس ابتدت النهارده تحس ان فعلا في خطوات استيجابيه. أيوة. من الحكومه. أيوة. والحكومه بتتربص لهم خلال الفتره اللي جايه ان هتكون في عرض كبير من الدولار، اعتقد هم مستنين الفتره دي ان هم يتيقنوا بهذا الامر، ثم يبتدي التصريف في سعر الدولار اللي موجود بقى مخزن للقيمه لكل الناس. هتلاقي كل الاسواق بعد كده يا استاذ احمد انخفضت بالتبعيه ورا بعضها، سواء في الذهب، سواء في العربيات، سواء في العقار زي ما الدكتور هشام بيقول. ولكن خلينا اوصف زي ما الدكتور هشام كان بيقول احنا ما عندناش تضخم. لا، احنا عندنا ترجم الوضع اللي احنا فيه لتضخم. تضخمت الحاجه كتير جدا، وطبعا احنا كلنا بنختلف في التوصيف، ولكن الانعكاس ايه؟ الاسعار زادت ارتفاع كبير جدا. طبعاً. عن مستويات الدخل بتاعتنا. مظبوط. وهو ده اللي مأثر علينا تأثير كبير على الناس. علشان كده شهر يناير ده تلاحظ حضرتك ان لما ارتفعت الاسعار كلها كان في خطأ كبير جدا من السوق السوداء، ما خدوش بالهم ان صندوق النقد الدولي اعلن لما من كذا شهر ان الاتفاق هيتم في الربع الاولاني في عام 2024. هو ده من الاعتبارات اللي الناس لازم تاخد بالها منها كويس جدا. تاني زي ما الدكتور هشام قال، خلال ايام في وجهة نظري بسيطة هيتم ان شاء الله التوقيع مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهيكون هي دي الفيصل ما بيننا وما بين السوق السوداء. طيب قبل ما نروح لسياده النايب، احنا الصندوق مش هيديك المبلغ كله مره واحده. مظبوط. الاتفاق الاولاني يا فندم كان 3 مليار على 46 شهر، ولكن خلي بال حضرتك في نقطه مهمه عشان بس يبقى الفكره. أيوة. مكتمله. ايوه. الصندوق لما هيديك الشهاده وهيديك جزء من المبلغ، شركائنا اللي هم متفقين مع الصندوق ومع الدوله المصريه هيضخوا جزء من الفلوس، سواء ان هيكون احتياطي في النقد الاجنبي او مشروعات اخرى. لمحه سريعه، اتبلغنا من الاتحاد الاوروبي بدخول ما يقرب مع وزير الخارجيه النهارده. مع وزير الخارجيه. صح. وكان لي الشرف اللي حضرتك معاك من كذا شهر، 10 مليار دولار هيتم دعم مالي للدوله المصريه. 10؟ هم اللي اعلنوا مش انا اللي اعلن. عشان حضرتك بتدقق في الارقام انا عارف. هم قايلين 9 وشويه مليار يورو، ما بيقرب تقريبا ل 10 مليار دولار. اذا سبتوا على الرقم ده اعتقد في خلال السنه دي هيكون هذا الرقم متواجد، وجزء منه هيكون احتمال استثمارات.